في كرم الرشيد، في كرم الرشيد النهار اليوم راح يدخل لبيوتكم كما تعودنا، وما راحش نكون وحدي، راح تكون معايا السيدة حورية. أهلا وسهلا بكم جمهورنا الكريم، جمهورنا الغالي، جمهوري جمهور قناة سميرة وين ما كان داخل وخارج الوطن. النهار اليوم السيدة حورية راهي تقريبا على وصول، راح تكون معايا في المطبخ. النهار اليوم راح نشوفوا بأنه راح نحضروا طبق وتحلية رايحين يكونوا بلمسات جديدة، اللي نتمنوا بأنه رايحين يعجبكم، رايحين تجربوهم، رايحين تلسلونا عليهم، رايحين نشوفوا يعني لمسات بسيطة، ما نقولوش بأنها لمسات راح تكون متكلفة بزاف. يعني هاد الموسم أنا خصصته يكونوا لمسات بسيطة، أطباق راقية اللي نقدروا نحضروها يعني في الأيام المباركة وحتى في الأيام العادية. على هذه أنا ما راحش نطول عليكم، راح نمر للمطبخية، راح نبدأ الوصفات، لكن هذا راح يكون بعد وصول السيدة حورية. النهار اليوم واش اخترنا حساء. هذا الحساء راح يكون فواكه البحر، راح يكون في واحد اللذة رائعة، كيفية بسيطة جدا. وانا على بالي بانه السيدة حورية اليوم راهي فرحانة بزاف لانها من عشاق فواكه البحر. جادور الفواكه البحر ولا ثمار البحر، معروفة باللي لي فروي دو مير اي لو بواسون. شوف تاع البحر الابيض المتوسط لا يعلى عليها، ما فيهاش نقاش، البنة تاعها وحدها. اي مو جو سوي بوكو بلوس، انا اكثر شيء نحب ثمار البحر اكثر من الحوته ولا الحوت الابيض لو بواسون بلون. لو بواسون بلون alors je suis sûr je vais me régaler. هو واش راح نديرو؟ كما قلتي سي سوب، يعني هي حساء كيفية راح تكون بسيطة وسهلة جدا. راح نبداو نشرحوا لائحة المقادير للمشاهد، وبعد هذا راح نبداو على بركة الله. هنا كما رانا نشوفوا لائحة المقادير هي لائحة بسيطة جدا، يعني نقولوا بأنه هذه التشكيلة تاع فواكه البحر يعني راهي موجودة اليوم في السوق في بعض المرات. اون سي في بليزيغ، معليش ماشي كل يوم. صح. واش راح نحتاج؟ راح نحتاج هنا تشكيلة من فواكه البحر على حساب الشيء اللي يكون متوفر في السوق ولا شيء اللي يكون عندنا في البيت. هنا راح نستعمل كميه معتبره من القمرون اللي هو ليكروفيت، راح نحتاجوا كميه من الملح، كميه من الفلفل الاسود، راح نحتاج بصله. هنا عندي حبه كبيره ولا ما كنتش توفرنا عندنا حبه كبيره، نقدروا نديروا زوج حبات صغار تاع البطاطا. راح نستعملوا زوج حبات من الجزر، ثلاثه حبات من الطماطم اللي كنت بعد ما نقيتها ونحيت لها دوك النواه قطعتها كمكعبات صغيره. راح نحتاج توم، ثلاثة سندات تاع فصوص. اوكي فصوص توم. اوكي ملعقة تاع الزبدة. راح نحتاجو كمية من زيت الزيتون. طيب. هي كيفية بسيطة جدا سيدة حورية. صح توكلوا على الله، ياك هادي هذه. يلا توكلنا على الله. هي رايحة تشوفي بأنه هذه الكمية من القمرون أنا راح ندير نصف الكمية الآن، ونصف الكمية كي قريب الطيب راح نديرها. لا راح نطحنها، ما راحش نخليها حتى هذه، راح نطحنها، لكن رائحة تاعها تبقى في الاخر، راح تبقى صح. احسن. ونقدروا كما قلتي سيده حوريه يعني نقدروا بعد ما نطحنوها نعاود نرجعوا على النار ونرميو هذيك الحبات ونصيبوا حبات تاع القمر. هذه هي، كل واحد ولبسته، كل واحد وطيابه. بالطبع سيدتي، والهدف هو اللقمه البنينه. كي توصل البنينه. توصل البنينه. راح نحط ايضا هاد التشكيله من فواكه البحر. حطينا هاد التشكيله كامل سيده حورية، راح نحط عليها ايضا البصل، حطينا الطماطم. هنا راك مقشرها الطماطم، شلت لها القشره. لا نحيت لها القشره، انا مهم جدا هي نحي القشره، ما نحبش نصيب هذيك القشره داخل في الاطباق. هنا واش راح نزيد سيده حوريه؟ راح نزيد دوك السنات تاع الثوم، راح نزيدو الجزر، راح نزيدو عليها سيده حوريه ملعقه، راح نكتفي بهذه الكميه لاني راح ندير المزيج. لانه راح نحطو المزيج كما قلت لك ما بين شويه تاع الزبده وشويه تاع زيت الزيتون. الآن راح نحط فيها الماء سيدة حورية. شوف أنا لي سوء نطيب بزاف بزيت الزيتون،
حبة زيت زيتون. نعم. في كل طياباتي. حتى أنا بكل صراحة. لكن لي سوب يحبوا هذيك الزبدة. شو سي با سي انطيب صح. بصح. الآن راح نحطو. نبهرو. رشة برك ما نحطوش بزاف، راح نكتفي. ورايحين نحطو هاد الكمية من الملح، الملح ما نكتروش بما أنه معروفة الفواكه البحر رايحة تكون مالحة. حتى الالوان تاعها جميله جدا. جداً على بالك عجبتني خلاص ما نطيبوهاش ناكلوها خضره. لا لا طيبوها دونك الخطوه اللي بعدها شهيه تخليها راح نخلوها طيب سيده حوريه، راح تغطيها اذا سمحتي ونخليوها طيب. نخليوها طيب بعد ما طيب احنا واش رايحين نديرو؟ رايحين بالطبع نطحنها. نطحنوها الى حبيتي نديرو الوصفه كيما قلتي. نخلو تحبي هذوك لي كروفات تصيبيهم هكذا سيبيها ويدو تروفي و خبيا يعني راح نطحنوها بعد هذا راح نرجعوها على الفرن راح نقصوا عليها ونحطوا هاد لي كروفات مده 3 حتى 4 دقائق برك يعني هما غير بالبخار رايحين يطيبوا. بعد هذا رايحين نحطوا هاد لا سوب هاد الحساء اللي حضرناه لفواكه البحر وهو يعني فواكه البحر فيه تشكيله من الخضر يعني الخضر كلها صحيه حطينا صح. فيها الطماطم حطينا فيها ايضا زروديه حطينا بطاطا. البصل حطينا الثوم صيدليه طبيعيه صيدليه طبيعيه ما شاء الله على هذيك ما شفنا سيدتي بان الوصفه كانت بسيطه صيدليه كما قلت طبيعيه صيدليه طبيعيه نخليوها طيب. بعد هذا رايحين نطحنوها رايحين نحطوا عليها هاد الحبات اللي خليناهم تاع القمرون في اخر المطاف نقصوا برك النار ونحطوهم ونحركوهم شويه بعد ما نكون طحناها ونعاودو نحطو هاد الحساء تاعنا لان متاكد بانه راح يعجبك بزاف سيدتي الفاضله مع عصره ليمون مع عصره ليمون لو سيترون في لي سيترون فهاد الحساء وخاصه وين كاين الاسماك وخاصه وين كاين الاسماك صحتك وراحتك ربي يحفظك الله يسلمك يطول عمرك سيدتي الفاضله. على هادي انا واش راح نقول للجمهور؟ راح نقول للجمهور يقعدوا اوفياء ويبقاو يسناو التحليه اللي اخترتها واللي رايحين نشوفوها مع بعض. كتحلية لنهار اليوم اخترنا تحلية بسيطة جدا ومعروفة جدا في كامل نواحي الجزائر اللي هي المحلبي. بصح المحلبي اليوم سيدة حورية راح نديرو بلمسة جديدة أكيد كما العادة كما العادة في دالة وامام كما متعودين. لمسة جديدة اللي راح نحطوها هي لا سوريز نوار لا مارينا يعني نوع هي من عائلة الكرز. الكرز فيه تشكيلات بزاف. هذا الكرز الأسود اللي تسمى بالمارينا هو اللي راح نستعمله. هذه ممكن نصيبوها في السوق نقدروا ناخذوها من السوق ولا نقدروا أيضا نحضروها في البيت يعني نحضروها نسيغو نحيو لها هذوك النواه تاعها ونطيبوها دونز نسيغو كيما نطيبوا أي معجون. لكن لا سوريز نوار اللي تكون في ديك الرائحة اللي تكون قوية بزاف هي راح تعطينا واحد النكهة رائعة. لا مارينا مع النعناع هذه التشكيله رائعه بكل صراحه. وعلاش ما نديروهاش بلمسه جزائريه اللي هي المحلبي اي لو بلوز انتيليجون في هذا يعني الشيء الذكي في هذه الوصفه كما عادتك اختاريت نوع من الكرز الاسود والمحلبي بيض يعني ايماجين الصوره طبق اللمسه الاخيره تاعو الاخيره راح تكون رائعه راح تكون رائعه الابيض مع الاسود الوان جميله ما شاء الله تانيس نعم. انا النعناع واش راح ندير؟ راح كي نطيب المحلبي راح ندير فيه النعناع وغنفيزي غير يعطينا ديك الرائحه تاعو تاع النعناع وبعد هذا ما راحش نستعملهم راح تبقى لي غير ديك النكهه تاع النعناع ويعني وراحين نحطوا المحلبي تاعنا بطريقه عاديه وبعد هذا رايحين نزينوه بهذا لا سوريز نوار اللي هي لا مارينا ان شاء الله تكروا الله من عشاق المحلبي ولا لا سيداتي؟ نبغيه المحلبي بصح نبغيه بالمزهر بالمورد درته تاني انا تاني درته بافكار درته بالليمون درته بصح نقول لك صح لا سوريز نوار ما درتهاش انكور اليوم راح تذوقي عندي سيداتي انا هنا برك نشرح للمشاهد بانه هنا انا استعملت كميه من الرز اللي هي 70 غرام من الرز، الرز الابيض اللي كنت استعملته من عائله هذه المنتوجات رز ابيض. بعد هذا رحيته عادي انا نفضل بانه يكون فيه دقه هكذا يعني كي ناكلوه بعد ما يتنفخ في الحليب راح يعطيني واحد لو ديسير راقي انا بكل صراحه يعجبني كي يكون هكذا. وراح نحتاجو نصف لتر من الحليب وراح نحتاجو ايضا كما انا نشوفو فنجان يعني نقدروا نقولوا فنجان تاع لاتاي تاع ماء الزهر رائع
السكر هذا المزيج واش رايك سيدتي؟ بالطبع راح نحتاجوا 3 ملاعق من السكر، سكر الحبيبات عادي، هذا واش راح نستعملوا فيه؟ بالطبع لا مارينا، ورقات من النعناع. طيب تفضل. نبداو على بركة الله سيدتي. شكرا. اول شيء راح نحطوه هو الحليب. بسم الله. في الالوان الذهبيه، لوني المفضل. لونك المفضل؟ لا هو ذهبي راقي جدا. وهادي هادي بالطبع. هنا واش راح نزيد نحط معاه سيدتي؟ راح نحط السكر، راح نحط ايضا مباشره على المزهر. ديرها كل شيء في الاول. ماء الزهر. نعم. هنا عندي نكهات اخرى، نكهه المارينا، عندي نكهه ايضا النعناع اللي راح تكون. نديرهم على نار قليله. هي بدات الريحه، الله يبارك سيده حنان. المزهر ومازال باقي النعناع. ومازال النعناع. باقي النعناع. ومازال مارينا. صح. نحطها لك على النار ولا بون ندير النعناع. ورقة تاعنا تاع النعناع، ونزيدوا ايضا الرز. الرز على فكره انا ثاني الرز من ما نجيبهاش بودره، حبيبات كما قلت من عائله هذا الرز هذو. ونطحنه كونكاسي خشين. نبغي نلقى طروفه تاع القطع تاع الرز. نعم، وخاصه كي ندير لك المحلبي تاعنا بالطريقه تاعنا الجزائريه. صح. يعني لانه كاين ايضا تشكيلات اخرى اللي راهي من المشرق، لكن تاعنا يعني احنا كجزائريين نقولوا بانه فيها رائحه. احنا كيقولوا لها المهلبيه، لكن المهلبيات تندار بالمايزينا. بالنشا فوالا، ما تندارش بالرز. احنا تاعنا نديروا بالرز. وكاين ايضا في المشرق اللي يستعملوه اللي يقولوا له رز بحليب، اللي هو نفس المحلبي تاعنا. وكاين ايضا رز بحليب مبطن. رز بحليب مبطن هو يديروا كريمه الرز ويديروا ايضا كريمه البرتقال. يقولوا هذاك البرتقال هو اللي يبطنوا به الرز. اي سبحان الله. هنا خليني نولد خليك سيدتي. هنا رايحه تخلطيها مليتي المقادير تاعنا. حضر شتي رائحه كيفاش بدات؟ ما شاء الله ما شاء الله. سي لا، حتى انا نقول للمشاهدين بانه مهم جدا النوعيه تاع ماء الزهر اللي يستعملوها. هذه مهمه جدا. أكيد. جدا. يعني في بعض المرات نقولوا علاش درنا نفس الوصفه، علاش ما نجحناش فيها، على ما عطتناش ذوق رائع. انا نقول لكم بانه البدايه تاع الوصفه رايحه تكون بالمقادير اللي راح نختاروها من نوعيه جيده، راح نديروا دو بون برودوي. بعد هذا بالطبع لازم نكونوا من عشاق هذا المجال تاع الطبخ. وانا نقول لكم بانه ما كاين اوكين غيزون باش ما راحكينش تنجحوا فيها. والله سا سون تري بون، والله العظيم. بالحلوف سيدي. والله العظيم روعه روعه روعه. والله ما نكذبش عليك، عمري ما درتها بالنعناع. جو في ليسيي بالنعناع، نديرها بالماء. قلت لك درتها بنكهات كثيره. نعم، لكن هذا المزيج تاع النكهات درتها بالبرتقال. نعم، واش البرتقال وهيك. بصح النعناع والله سي فكره. وي ما شاء الله عليك. فكره لا عجبني بزاف. يعني كي كنت درت تصميمي لهذه الوصفات الجديده في هذا الموسم، يعني جاتني هذه الفكره، جربتها وقلت هذه لازم توصل عند ضيفتي اللي راح تكون سيده حوريه وضيوفنا الكرام اللي احنا اللي رانا ضيوف عندهم في بيوتهم، اللي رانا ندخلوا لبيوتهم. هيا سيده حوريه نقعدوا هنا. نقعدوا نخلط محسوب خلوا لزقني هنايا. انت حبيتي انت حبيتي انت اللي حكيتيها لي. معليش معليش نخليوها وبعد هذا. دونك هذه هي لا تيكستور، لاك تحوس عليها. هذا هو، هذه هي سيدتي. خلاص طفيتي النار؟ نطفو النار. سي بون. سا سون بون سا سون بون سا سون بون. رائحة رائعة. الآن شوية الوراق النعناع لونوا شوية، طلقوا شوية الخضر تاعهم. بالصحة بالطبع بالطبع بالطبع. بنا هذيك ما شاء الله. احنا سيدة حورية الآن واش راح نديروا؟ أول شيء راح نديروا غير هذوك الأوراق النعناع نقلعوهم. هذه الأوراق تاع النعناع رانا خايفين من النعناع إلا يزعل. يقول لك ديتو مني واش حبيتو. لا كون نخلوه يمكن حتى يتغير اللون تاعو، يولي أسود. يتغير اللون. صح. وحتى يعني في الأكل يعني كي تكون تاكل وتصيب هكذا.
هذه هي النقطة المهمة. ومن بعد لي سوريز حنا راح نحطوهم كلمسة من الفوق. أنا والله كون عليا ما تحطهم الداخل وسيبو. لا لا نحطهم من الفوق. حط لي تاعي حط لي تاعي. سبا تخطيبو سي جولي سا تعرف هاد اللونين يعني عرفت المزيج تاع الالوان حتى النكهات يعني شتي رائحة تاع لا مارينا الله يبارك. سي تري بو سي سي ما شاء الله. حنا هكذا حنا الان واش راح نديرو سيده حوريه حنا راح نديروهم في الثلاجه بعد ما يبردوا تماما يعني لو مومونجي اللي راح نقدموا هاد التحليه راح نحطوا عليها هذا الكرز ونقدروا نحطوا لمسه يعني انا من الناس اللي نحب هذيك اللمسه تاع الذهبيه هذا الشيء اللي تحبيها انت ايضا لا فيضه هذيك اللمسه الذهبيه تعطيني شكل راقي وشكل جميل صح. جدا وملكي ملكي سيده طول الانصامبل. وبعد هذا سيده حوريه انا متاكد بانه الطاوله تاعنا راح تكون راقيه لنهار اليوم افكار جديده اللي وصلتهم لك سيدتي سنة بانه عجبوك ان شاء الله وراح يعجبوا ايضا المشاهدين وين ما كانوا. احنا راح نخليكم ونعاودوا نتلاقاو على الطاوله اللي تلمنا معكم واللي تلمنا مع سيدتي سيده حوريه زنون. شكرا لك سيدتي. شكرا لك. رجعنا لكم جمهورنا الكريم جمهورنا الغالي رجعنا لكم في هذه الأيام المباركة رجعنا لكم في برنامج في كرم الرشيد. رجعت لكم أنا وسيدتي حورية اللي رفقتني اليوم طيلة البرنامج وأنا نتمنى بأن الوصفات راح يعجبوها النكهة تعجبوها الأفكار عجبوها الرائحة عجبتها بس مازال ما داقتش سيدة حورية. أكيد طيبك ما شاء الله عليه وراح ندوق ودقت وما شاء الله عليك فهم ما عندي كلام نقولها غير ناكل ونتمتع. النهار اليوم انا نظن بانه يعني فضلت نختار هذه الوصفه بعد ما دردشنا بزاف وقلتي لي انا من عشاق فواكه البحر على هذه اللي درنا هذا لاسوب وانا خليت هذوك لي كروفات اللي طلبتي مني الكمرون خليتهم لك هكذاك لداخل. نتمنى بانه رائحه تعجبك هذه الوصفه سيدتي. اكيد اكيد اي سي فري كو جادور لي فري نموت على شيء اسمه كالامار كروفات لوبستر يعني نحب هذا وتاع البحر الابيض المتوسط كما قلت لك وخاصه 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 واليوم السيده حوريه الا شفتي انا درت هذاك المزيج ما بين زيت الزيتون والزبده يعني مزيج من اروع ما يكون. نعم هما المعروفين لي سوب الحساء ولا لي فلوتي ولا لازم لهم هذيك الزبده تزيد لهم نكهه حتى لو كميه قليله. نعم لكن طبعا لما نضيف زيت الزيتون وزيت الزيتون معروفه طبيه صحيه كل شيء. نعم نعم وهذا المزيج يعني انا نحبه بزاف نستعمله ما بين الزبده وزيت الزيتون انا بكل صراحه يعجبني هذا المزيج ويزيد لي في اللذه والطيبه تاع الاطباق اللي نحضرها. صحيح صحيح. وكنا سيدتي حضرنا كما شفتي معنا المحل اللي عجبتك بزاف الفكره وانا متاكد بانه حتى الذوق راح يعجبك سيدتي. اكيد اكيد راهم يشهوا ما شاء الله والله راهم يشهوا. الله يسلمك وحطينا ايضا هذيك اللمسه اللي راح تكون تاع النعناع هذاك المزيج ما بين ماء الزهر والنعناع ولا مارينا يعني هذا النوع من حبل الملوك يعني بكل صراحه هي كما قلتي السيده حوريا هو طبق ملكي لانه حبل الملوك هو حب الملوك اسمه. على هذه يعني حطينا لك يا سيدتي الملكه راكي في كرم الرشيد. ربي يخليك طول عمرك. يطول عمرك سيدتي طول عمرك. نتمنى بانه راح يعجبك الوصفات ورايحه حتى انت سيدتي راح تعاودي تجربها. هذه راح نجربها يعني هذه وعد اني راح نجرب هذه تاع النعناع مع هذا المزيج هذا المزيج عجبني عندي ان شاء الله. نتمنى سيدتي وانا متاكد بانه راح يعجبك ومازال ان شاء الله مازال نزيد نبهرك ان شاء الله في الايام أكيد. القادمه ونزيدوا ايضا نبهروا جمهورنا الكريم لنوصلوا له وصفات افكار جديده لندخلوها لبيوتهم نتمنوا بانه راح يستفادوا بها في هذه الايام المباركه. سيده حوريه انا نشكرك جزيل جزيل الشكر اللي كنت رافقتيني طيله هذا البرنامج وكنت في كرمي ونتمنى باني راني في المستوى معك سيدتي الفاضله. مثل العادة دائما راك في المستوى ربي يحفظك ويزيدك خير الله يجعلها أيام مباركة ويجعلها قاعدة خير كما يقولوا إن شاء الله. وشكرا كل شكرا ليك شكرا كل اللي راهي يتعب معانا في هذا البرنامج إن شاء الله ويعطيكم الصحة ويبارك فيكم. شكرا ليك سيدتي شكرا جزيلا الشكر جمهورنا الغالي جمهورنا الكريم وين ما كنتوا كان النهار اليوم تحليا يعني هي محلبي بلا مارينا يعني محلبي بلي سوريز أي محلبي بحب الملوك يعني وكنا حطينا فيه نكهات جديدة وأنا متأكد بأنكم راح نجربوا
تجربوه رايحين تنجحوا فيه. هي لمسة جديدة، لمسة راقية جدا، حتى المذاق راح يكون رائع، لكن ننصحكم تاكلوه بارد. وكنا حضرنا أيضا هذا الحساء اللي حضرناه بكيفية بسيطة جدا، لكن الناس اللي تحب فواكه البحر كيما هذه الضيفة اللي راهي في كرامي، أنا متأكد بأنه راح تعجبه بزاف بزاف. بقاومنا الأوفياء، البرنامجكم المحبوب في كرم الرشيد.